الزول في اللون يتما يسمى الزول مقران. تحية تحية كبيرة 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 إلى الشوية، إلى القبائل الأحرار، إلى كل الأمازيغ الأحرار. Alors, je suis désolé, اليوم ما قعدتش باش ندير certaines vidéos. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui des vidéos. Voilà, je viens aujourd'hui pour cette première vidéo de la journée pour vous dire bonjour tout d'abord. Azul Flaoun, Azul Amqran, Inch'Allah Hatili Mabas, Kamlin Kamlin. Alors, قبل ما نتكلموا على موضوع ولا زوج اليوم على سورتو على الأمازيغ وعلى الناس اللي ما زالت حبتنا نبقاو ديما مستعمرين. من بعد نتكلموا قبل هذا كوم فول سافي، حنايا الامازيغ حنا ما عندنا حتى مشكل مع واحد، لا مع لي كريتيان، لا مع اليهود، لا مع كيف يسموا الاقباط، لا مع اي واحد، لا مع لي بوديست، لا مع الناس اللي كيما قال واحد اللي عيطوا لهم لي اطي. احنا ما عندنا مشكل حتى ما واحد، احنا نحترموا الناس كل، انا كمسلم لايكي اي ديموكرات نحترم الناس كل. اوجوردي كوم فول سافي سي لا فيت كي سابيل لا شوندلور. لا شوندلور سي الي كانت بكري خلاص، كانوا سيتي اون فيت انسيان، دونك سي سون لي كوم لي لاتين، لي لاتين دونك حنايا كنا معاهم الوقت هذاك. On fait la chandeleur, c'était 40 jours hein, après Noël. Aujourd'hui, il y a les décorations qui mana, عندكم les décorations هذو اللي اليوم اللي ورايا رايحين ان شاء الله، وهذو كاملين راح نحيهم ونخليهم للعام الجاي ان شاء الله، ونطلبوا ربي يعاود لنا ان شاء الله العام هذا بالخير ولهنا. لا شاندولور اليوم نو زامي كريتيان نقول لهم مبروك عليكم، نو زامي جويف اوسي كي فات هاد لا شوندولور هادي، نقول لهم ثاني بون فات نو زامي كريتيان يو نو زامي جويف اي تو لي جون كي فات هاد لا شوندولور، من بينهم انا ثاني مسلمون، مي سا مديرونج با دو فيتي افيك او هادي هي لا فيت، اي بور لا فيتي معاهم باسكو اجوردي نو فخيغ ياكلوا اليوم. الناس يقولوا باللي سي كيما اسمو البغرير، وحنا نعيطوا لها الغريف. سي دونك اليوم يديروا هما يديروا هادو، وانا اليوم راح ناكل معاهم شويه باش ثاني حتى انايا جو بارتيسيب ا لا فيت. دي كريب يديروا هما، المغرير ولا الغريف سي لا ميم شوز، كل واحد كيما يحب يديرها. انا شتيها بالعسل، كانوا اخرين يشتيهم واش يديروهم بالسكر، ها السكر كاين. الناس اللي تحب تجي معايا مرحبا بكم، لادريس تعرفوها. الي عندك الناس اللي راح نسخفهم يرحم والديكم ما تبعونيش، وداك شنو كان مراه راهي راح تزيد ولا حاجه غير رحم والديك ما كان له. الو الي فالي الي بشويه عسل فوالا، باسكو انا نشتيهم بالعسل، دونك كاين اخرين يديروهم ب يديروهم بنوتيلا، اخرين يديروهم كل واحد كيما يحب. الي جو في جوست غوتي ان تي بو الا، والناس اللي حبت تجي مرحبا بهم، مرحبا بهم ديما ديما ديما. الوغ جو في جوست غوتي سو سون الغريف نتاع الشاويه، ما نعرف نتوما الجزيريه ديرهم كيما هكذا ولا ديروا نتوما حاجه اخرى، جو نسي با. بسم الله. Vraiment, c'est délicieux. C'est délicieux. Il est très beau. Ciao. Mais c'est quel rire. Marhaba bikoum. Allez, l'adresse de Alfoua. On a cloué à Marbat, Inch'Allah. Alors, je répète encore. Bonne fête. Bonne fête de la chandeleur pour les amis chrétiens, juifs et tous les autres qui fêtent les lium et participent à cette fête. Pour nos amis qui ne comprennent pas le français, qui me disent à chaque fois qu'il faut parler en langage. Algérien, hein, bien sûr, c'est pas de l'arabe, c'est l'algérien, comme vous le savez, c'est, comme on dit, c'est un langage un petit peu propre à nous, hein, ou mélangé, hein, du chaoui, kabyle, français, mélangé un peu de tout, hein, arabe un petit peu, mais c'est mélangé. Nous avons dit qu'il y a un jour de l'Eid, nous avons dit la chandeleur, et là, nous avons dit 40 jours, بعد لا فيت دو نويل، فوالا كما تعرفوا نويل الناس ماهمش فاهمين باللي الناس كونت فات نويل سي واش يقولوا على سيدنا عيسى جيسو على كل حال. كيفاش؟
الناس يقول لك كيفاش يشوفوا فيتي نويل. يا اخي العزيز، اذا انت القران يعترف سيدنا عيسى كما قال واحد من احسن واخير الانبياء اللي كان كما قال واحد يقرا على الموتى يتقعدوا، وانت تقول كان انا ما نستعرفش به ولا ما نعيش به ولا مش تاعنا هنا، راكم غالطين غالطين غالطين. الانبياء كاملين والرسل كاملين نتاعنا احنا. علاش نتاعنا احنا؟ باسكو لازم تدخلوا في رسالكم باللي عندنا فرد رب وما عندناش عشرة. الناس اللي يقولوا كاين رب واحد اخر ولا اخر ربي ولا اخر منا، هذه احنا يتحملوا مسؤوليتهم ولا يسال عليهم. مي احنا لي مسلمون نعرفوا باللي كاين فرد رب، وعلى هذاك احنا نستعرفوا بسيدنا عيسى سيد نورمال، ولا سيدنا موسى مويس، سيدنا عيسى جيزو ولا ابراهام. ما الناس ما على بالهمش باللي العيد الاضحى، عيد الكبير اللي اليوم احنا نقولوا له عيد الكبير في الجزائر وعيد الاضحى، هذا سي بروبر كيف اسمه اليهود. مي حنا نعيدو مش مشكل. بوركوا؟ باسكو حنا كل كيف كيف، كي اليهود كي المسلمين كي نو سوم توس دي زات كومان اي باغي. الوغ نرجعو كيف اسمه اون فوا روفينير على موتون. تكلموا لي الناس وقالوا لي زيد تكلم لنا شويه على الامازيغيه وعلى الناس، على هذو اللي يقول لك واش شناق راهو يهودي ولا راهو ما جنسي با كوا مش تاعنا حنا ولا راهو كافر، وعلى ثاني نتاعنا حنايا ديهيا اللي كانت هي لا رين نتاع لافريك دي نور، هي اللي كانت حاكمه في بغاي في تخنشلا، كانت حاكمه لافريك دي نور. قال لك انتم كيفاش هذه نتاعكم انتم مصحيه راهي يهوديه، وكانوا اخرين اللي يقولوا ماسينيسا يسبوا فيه ويقولوا كلب نتاع الروم. حنا ما نسبوهم ما نقول لهم حتى حاجه، نردوا عليهم بكل 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 احترام. يا ناس قولوا علينا واش بغيتوا، احنا رانا نبقاو امازيغ. قولوا واش بغيتوا كما قلنا لكم، قولوا حتى احنا رانا شوطن ما كاينش مشكل، احنا ريسبكت واش تقولوا. مي راه واحد ما ينجم ينعتلنا واش نديروا. احنا رانا في بلادنا، ما احتلينا واحد، ما سبينا واحد، ما قلنا لواحد روح، ما مخاوتنا العرب اللي راهم قاعدين معنا. انا قدها نخطره وعلى بالهم الناس راهم يسمعوا فيا، ندافع على العرب ونتقابض معاهم ونقول لهم عمركم ما تقولوا للناس هذو راهم كما يقولوا هما اكراد ولا راكم. لا احنا ما نجموش نقولوا هذا الشيء، هذا على خوتنا عايشين معنا، هما يسون بوغيا كما قال واحد. صح سي فري الناس اللي زغاب اللي دخلوا علينا في 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 647 و 648 وارواحوا وقتلوا الناس وقتلوا مام ديهيا نتاعنا حنايا وكامل هذو سيسون حتى هما دي كوليزاتور، مي حنا اللي عايشين معنا يسون بوغيا يسون بوغيا. نقول لهم ديما مرحبا بكم، راكم جزائريين كيما حنا كيما، مي سامبلومون عندك الناس كيما ختيتيل هذاك ولا كيما الناس اللي ياكلوا في الغله ويسبوا في المله، هذوك الناس حنا راه ما نتفقوش معاهم، ما نسبوهمش، ما نديرولهمش العنف، ما والو. مي نقول لهم يا ناس راكم غالطين في حساباتكم، حنايا ما رحنا لواحد، ما احتلينا واحد، ما والو. ولا الانسان كيما جماعه نتاعنا حنايا ربي يهديهم الشويه اللي مازالوا يتكلموا ويقولوا حنا اللغه نتاعنا العربيه ولغه القران ولغه الدين ولغه تو دابور، لازمكم تراجعوا الشيء اللي قريتوه كامل تراجعوه. علاش؟ باسكو نتوما ما نلومكمش، حنا كل قراونا كي كنا صغار اللغة العربية لغتنا والإسلام ديننا، وما نعرفوش الحكايات هذوك اللي يحكيو لنا بكري ونساونا في ليزوريجين تاعنا. حتى كي كبرنا بدينا نعرفوا باللي حنا كانوا مغلطينا، هي فودغي كوريجي ليغور، ليغور دوات تيتر كوريجي. حنا عمرنا ما كنا عرب، واللغة العربية هذه لغة العرب ماهيش لغة القرآن كيما راكم تحكيو. علاش؟ بوركوا؟ باسكو الناس تقول لغة القرآن راهم ما يعرفوش مساكن، لا غالب عليهم هكا واش قراوهم. باسكو الناس ما يحسبوش، يحسبوا باللي ربي العالمين تكلم مع سيدنا محمد باش يقولوا بالعربيه، ولا يقولوا ولا يحسبوا باللي القران هذا راهو نزل من السماء كوم ان ليفر وطاح وقادروا قاعدين يكوبيو فيه، وهو لقاو مكتوب بالعربيه وقاعدين يكوبيو فيه. لو كان هكذا نجم نقول لكم وي، مي نو سي با سا سي با سا. تنجموا تقولوا باللي القران جاء بلسان عربي، هذيك راني معاكم، خاطر سيدنا محمد واللي كانوا معاه هما جا سيدنا محمد وقال بلي وحاو عليا واحد كيوحي عليه واحد، كي باكزومبل واحد كي ايماجينو انا نركت راكد ونحلم، كي نحلم يهضروا معايا الناس بالانجليزيه ولا بالشينويه ولا باش يحلموا، دونك كي يهضروا معايا باللونجاج اللي نعرفو كيما سيدنا محمد كيف كيف.
نزل عليه الوحي كما كان الواحد هو يعرف العربيه سي نورمال بالعربيه، ما نزلش عليه بالانجليزيه ولا بالشاويه ولا بالترقيه ولا بنو، بالعربيه. والناس ديما مكارب يكتبوا فيه بالعربيه. مي اليوم العرب كما كان الواحد راهم سيتي مينوريتي نتاع لي مسلمون باش نتاهو مليح، خاطرش الاسلام راهو كاين بارتو، كاين في كيف اسمه في التشيتشان، كانوا في الامريكان، كان في الاوروب، كاين في اوكسيدون كامل. والعرب خاوتنا اقليه نتاع المسلمين، برك ما يجيوش حنايا باسم العروبه ولا باسم الاسلام ولا باسم واش يجيو يعطيو لنا حاجه، ولا قال نروحوا نكتبوا التمازيغ بالعربيه. هذه يرحم والديكم، روحوا انتم دبروا على روحكم، احنا نعرفوا باش نكتبوها. التمازيغ نكتبوها باللاتينيه ولا نكتبوها بالفرنسي ولا نكتبوها بليبرو ولا نكتبوها بالشلوحيه، ولا نكتبوها بالشي اللي نحبوا حنايا. ولا اللي يجي قلنا انتم كيفاش واش راكم تهمتوش بعضكم، الشاويه كيف تكتبوها ولا القبائل هذه غير ما تقلقوش روحكم، خلاص خلاص احنا القبائل الشاويه القبائل بني بزاب وهذه نكتبو، شوفوا كيما نحبوا نكتبوها نكتبوها، ما يجيش حتى واحد يدبر علينا. الناس خاوتنا نقول لهم عمكم ما تسبوا، ما تسبوش، كانوا ناس كيسمعوا بلي هذا ختال هذا ولا معك يسموه هذا ولا اختي تيل عيطوا له جوسي با كما يسموها، الطفل هذا ديما يبدا يخرج ويبدا دونك السيد هذا راهو يجيب في المشاكل ويجيب في الاذى لبني عمو مش لينا حنا، خاطرش الناس يوليو يكرهوهم يوليو كساع يهضروا لغه اخرى ويوليو كساع بتتالي يوليو يسبوا بتتالي يوليو حتى يكون فيها عنف وتكون فيها منا، حنا ما نتمناوش الشيء هذا. حنايا رانا في بلادنا نهضروا اللغه نتاعنا هي الامازيغيه، تمزغة هي لغة الأم إن شاء الله. تمزغة هذه راهي هما يقول كيفاش تمزغة هذه ماهيش لونغ دو سيونس يا خويا، هذه نتاعنا حنا تكون لونغ دو سيونس، ماهيش لونغ دو سيونس، تكون لهجة، تكون واش تكون نتاعنا حنا وحنا مواليها. يا خويا أنتم عندك تقولوا بالعربية هي الناس يتكلموها ما عرف قداش في لو موند ومنا ولغة لا يا خويا روحوا ديروها في بلادكم. العرب العرب حنا اون لي ريسبكت، مي حنا ما نروحوش حنا العرب في لو بينينسولا غاب نقول لهم يا ديروا التمزغه هي اللغه الثانيه ولا اللغه الثالثه ولا منا، نو 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 نو، هذه غلطه كبيره 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 دارها البوفوار بكري باش يخلط الامور. اليوم راه حصل مي الحمد لله بدا يتراجع ولا بدا يعرف باللي الامازيغ كسوا في الجزائر في تونس في ليبيا في المغرب في واش يقولوا في المالي في النيجر في كيف اسمه في ليجيبت، هذه كاملين راهنا فرد شعب، راهنا فرد شعب. دونك اللغه نتاعنا تبقى تمزغه وحنا نبقاو امازيغ، وواحد ما يجيك لحنا وواحد ما يجي يقولنا باللي رانا احنا رانا كما قال واحد كما يقولوا كل نتاعنا احنا كانوا خويا الشاويه مساكن يقول كيفاش احنا عرب، راكم غالطين يا ناس راكم غالطين، واحد ينكر اصله كيفاش انت تقول انت باردون انت تنجم تقول بلي انت معرب تعربوك مي مش عربي، داير داير العرب بعد يردوا عليك يقول لك منين كنت عرب انت، عمركم ما كنتوا عرب، كانوا دي عرب بعد اليوم نجبدوهم لكم وتشوفوهم في الفيديو ديريكتور ويقول لك واش بيكم هذا، راهم دوكا يدرسوا بعد باش ينحيوا هذا المغرب العربي هذا كما قالوا، حنا عمرنا ما استعرفنا به بلي مغرب عربي جامي، خاطرش كاينش مغرب عربي، واش الانسان محتل ترجعوا كيف اسمه صار فرنسا تقولوا عليها بلي محتله والعرب اللي جاو حتلونا قال لا هذوك باش خاطر جاوا بالاسلام، لا يا اخي العزيز حنا عندنا دي ميج دي واش يقولوا دي زارجيريان كريتيان يبقاو ديزالجيريان، كاينش فيها لا ديك لا الاخر، عندنا ديزالجيريان جويف سي ديزالجيريان، عندنا ديزالجيريان اطي يبقاو ديزالجيريان، واحد ما ينجي منحي لهم لا الجزائريه نتاعهم، باش تجيو حنايا كانوا اخرين يجيو يهفونا وما نعرف واش ويظهروا يسبوا في خاوتنا القبائل ويعيطوا لهم ما نعرفوا شي هو ذوك ما عرفتش كيفاش يعيطوا لهم ولا ما نعرف واش، يا ناس راكم اللي يسب القبائل او سبنا حنا باش نتهموا مليح باش نتاهو مليح، عندك واش هو كاين اخرين بعض المشاكل تاع الشاويه اللي مازالوا ما فهموش يحبوا يكونوا عرب، هذيك الله يسهل عليهم، هذيك الله يسهل عليهم يا خويا روح معاهم مش مشكل، مي ما تهضرش باسمنا هذا ما كان. حنايا الامازيغ خاوتنا القبائل وخاوتنا من بزاب وخاوتنا التوارك وخاوتنا الشناوه وروح وروح هذوك كل خاوتنا، ما يصرى والو 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 ما بيناتنا باش نتفاهموا مليح. عندك يا خويا الانسان هو امازيغي هو يقول لك ما يحبش يستعرف بلغته، يقول لك لغتي انا هذه ماهيش لونغ دو سيونس، يا محمد يا محمد انت لغتك هذه تكون شويش تكون تبقى لغتك لغتك،
كاينش واحد ينكر اصله ولا انا ما نحبش نقول حاجه اخرى خاطرش واحد كينكر اصله كاع على بالكم شكون هو الله حنا ما نكروش اصلنا يا خويا ان شاء الله واش تكون تمزغه ان شاء الله واش تكون لغتنا هي الاولى هي تبقى هي لغتنا وما نستعرفوا حتى بلغه ما يجيبوا لنا لا ميور لونغ دي موند التمزغه تبقى هي اللغه تاعنا تاع الام وجاي نهار وين تبقى التمزغه هي اللغه الرسميه والوحيده في الجزائر واذا حبوا يزيدوا دوتر لونغ معليش اذا حبوا دوتر لونغ نزيدوا الفرنسي ونزيدوا الانجلي ونزيدوا الاسبانيول ونزيدوا كيف اسمو لي لونغ دو سيونس كيما قال واحد ونزيدوا معاهم حتى العربيه ما كاينش مشكل بصح مادام دوك تقول لي غير لا لازم اخويا العربيه وجاو الناس يحبوا يزيدوا دوك كيما سمحوا لي بالكلمه هذا يلعبوا علينا اروحوا نكتبوا تمزغه بالعربيه بالحرف العربي يا اخي العزيز يبقى نخليوك انت خير انا نخليوكم اللغه نتاعكم خير وخلاص ونحيوا حنايا الامازيغيه نتاعنا هذه فرد مره وخلاص لا 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 نجمو نديروها نجمو نديروها لو كان نتوما ثاني ديروا تمزغه لغه رسميه ووطنيه في السعوديه ولا في اليمن نجمو حنا نديروا اللغه العربيه لغه وطنيه نجمو نديروها ما كاش مشكل مي مادامكم نتوما اللغه نتاعكم سي نورمال اللغه العربيه وحنا نحترموها ها وحنا ثاني لازم تحترمونا وتحترموا اللغه نتاعنا كيف كيف بون كانوا يبعثونا الناس يقولوا بلي كاين الناس تخدم يا يعني الناس تخدم الناس تخافاي هاكم تشوفوا الناس اللي يقولك لا, لا 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 اللغه الفرنسيه ماهيش لغه ماش يا ولدي اللغه الفرنسيه ماهيش لغه تروح تجيب لي لغتك العربيه اللي ما نتاع نتاع كيف اسمو اللي تصحي لا الصلاه ولا كيف اسمو الشيعه ولا يا خويا خدم بها خدم باللغه العربيه خرج بها حوايج ودير بها حوايج ودير بها ونزيدو نهزوها حنا عليكم حنايا تمسخروا بينا ولا هاك تشوفها قلت له واش يقول لسبوار دان ميديكامون فرونسي بور تريتي لو كود 19 هما قاعدين الناس هما قاعدين يتخافال الناس تخدم وحنا نجاو قال العربيه لغتنا والاسلام ديننا وما نعرفوش هو وقال بن باديس وقال يا خويا بن باديس يهضر على روحه ما يهضرش علينا حنايا ربي يرحمو على كل حال مي لو كنت حاضر لو انا ويقول الشعب الجزائري مسلم والى العروبه ينتسب نقول له غلط يا سي بن باديس الشعب الجزائري عمره ما كان مسلم النهار اللي جاو دخلوا علينا العرب اللي رجعونا مسلمين بالذرع قتلوا ناس وذبحوا ناس تحت غطاء الاسلام كيما دير داعش اليوم داعش اليوم يدير كيما هك عم يقتلوا في الناس ويذبحوا في الناس باش يديروا الخلافه الاسلاميه وهذو الناس تاع الفتوحات داروا كيما هك وجاو قال لك ربي قالنا روحوا اللي ما حبش يدخل الاسلام كل اقتلوه ونحيوا له الاخر وجدوا سرقوه خلاص اسرقوه وداو الذهب نتاعنا وداو منا وسموها غنيمه دونك يا ناس حنا مانيش حنا اللي نهضروا مانيش حنا نقولوا سي ليستواغ اللي تهضر دونك هذه كل الخرافات هذه كل ما نمنوش بها حنا ربي سبحانه عز وجل حنا رانا قرينا ونعرفوا وعندنا مخاخ كيما قال واحد نخمو بها دي ماما كي ربي يبعثكم وقال لكم روحوا قتلوا هاد الناس وديروا الفتوحات يا وين هي الفتوحات هاد وين هي غلبتوا على غير حنا يا اخي رحتوا حتى لاوروب قريب في الاسباني ومن بعد خسرتوا وخلاص ها هي اليوم ديروا فتوحات اليوم اسي ديروا فتوحات اليوم كي مادام ربي اللي قال لكم وانا يبان لكم ربي يدير حاجه ويقول حاجه عمرها ما 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 ما, 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 ما تتنفذ ابريس بي دونك نشوفوا بلي ما كاينش منها والنبي عليه الصلاه والسلام ثاني كان عمو ما بغاش يستعرف به ما بغاش يستعرف بالاسلام عمو وكم تعرفوا القصه وعيا 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 وقالوا كيفاش عمك او عمك ما حبش يستعرف وكيفاش وكيفاش باش ما يقتلوش ومنا قالوا يا اخي قال لك نزلت عليه ايه اللي قالت له انك لا تهدي من شئت يا محمد بل الله يهدي من يشاء بصح معليش هذه بدات تكون تكون بصح علاه علاش ما قال لك جاوا باش يقتلوا الامازيغ ويذبحوا الامازيغ باسم الاسلام علاه ما نزلش الايه هذه وقال حبس ما تقتلش الناس يا خويا ان الله يهدي من يشاء نو هما جاوا قتلوا الناس وذبحوا ناس وداو حتى نسبعوهم كومي سكلاف وسرقوا الذهوبات نتاعنا وداوهم وحتى الامازيغ اللي جاوا معاهم اللي راحوا معاهم يحاربوا ويفتحوا معاهم ويديروا فتوحات كما قال واحد ولاو تعداو عليهم وقصوا لهم اذنيهم كما قالوا الاخر انا نقص لك اذنك باش خطوه اخرى كي تحب تمس ما تلقاهاش تتفكر باللي العرب هما اللي داروا لك الشيء هذا دونك كما شفتوا هذا الشيء هذا راهو حاجه اللي ما تدخلش العقل وعمرها ما تكون عمرها ما تكون وربي عمره ما يقول للناس روحوا اقتلوا جامي انا كنا نقرا القران
ولا نقرا لا بيبل ولا نقرا التوراة ونلقى فيها باللي اقتل ولا اضرب نقول هذا ربي ما قالهاش تنين خاطر ربي ما نبا بيزون بي انا ولا بك انت باش يقتل واحد ولا باش ينحي واحد من الدنيا انا با بيزون ولا انا با بيزون باش كيما قال واحد يرد ناس مسلمين ولا يردهم كيكون فيكون يديرهم كيما هكا يولي كل كيما يحب هو مي رب العالمين خلى الناس ليبغ خلى الناس ليبغ والناس يقول لك هم اليهود هم حرفوا القران كيف يسموه التوراة والاخرين حرفوا الناس كل حرفت الا احنا ما حرفناش حتى حنا كنا نروحوا لليهود نهضروا معاهم كيما يهضروا الجماعه تاعنا متعصبين راح يقولوا لنا اكثر وقالوها لنا كي نهضروا معنا نقول لهم انا مسلم يقول انت واش من الاسلام انت هذا دينك واش الدين تاعكم الدين تاع الذبيحه والقتيله ومنه ومنه نقول لهم نو حنا ما نذبحوا ما نقتلوا اي واش سي هم الارهاب ايبا الارهاب نقولوا حنا اللي ضحايا قبل تاع الارهاب حنا اللي ضحايا تاع الارهاب قبلكم انتوما هاد الناس هادو ما يبرزونتيوش الاسلام يقول لكم صح هذوك اللي باسمكم باسم الاسلام مي هذا يقول لكم انتوما هذا الاسلام هذا راه ما كانش مش ربي اللي بعثو راكم هزيتوه طرف من هذو الناس لي زانتيغريست اللي نتاع اليهود ولي زانتيغريست نتاع الكريتيان كيما لي زانتيغريست نتاعنا اللي يقولوا نفس الشيء على الاخرين حنايا حنا نتاع ناس وسطيه حنا ما نجمو نقولوا حتى واحد عندك الحق ولا راك غلط ما نخطوش نقولوا حتى لواحد حنايا نهضروا على روحنا فرات هذا مكان انا اليوم راني مسلم ما يجي حتى واحد يدبر عليا باش يقول لي روح ولي كريتيا ولا ولي جويف ولا ولي واش تولي ما نوليش نبقى مسلم والديا كانوا مسلمين نبقى مسلم انا امازيغي نبقى امازيغي اليوم الدين باش يجي واحد يدبر عليا ولا يقول لي العربيه ولا يقول لي لونجلي ولا ما تخلقش روحك ما تخلقش روحك نعرفوا صلاحنا مليح مليح وكما قلت لكم باديس كان غلط واحد الوقت يقول اللغه نحن الشعب الجزائري مسلمون والى العروبه ينتسب هذه غلطه كبيره لازمنا نكوريجيوها شعب الجزائر مسلمون شعب الجزائر كريتيان شعب الجزائر جويف شعب الجزائر عاطي شعب الجزائر بوديست شعب الجزائر فيه بزاف الناس هاي معليش نعطيكم انا حاجه اليوم حنا عندنا مسيحيين جزائريين يعيشوا معنا واش نديروا لهم قال يا جماعه انتم لازم تخرجوا من الجزائر ولا كيفاش عندنا ناس يهود يعيشوا معنا ويعيشوا بالطرق يا خايفين واش نقول لهم انتم ماكم جزائريين علاش باسكو يهود تبقاو ديما في الغلطات نتاعنا ايهم اليهود في تونس علاه ما نقول لهمش يخرجوا ياهم لي كريتيان في تونس هم اليهود عند المغاربة يهود مغاربة هم عايشين في المغرب ونورمال علاش غير حنا اللي نحبو حنايا نكونو بلي روياليست كو لو روا نحبو ديما نكونو عرب أكثر من العرب ونحبو نكونو مسلمين أكثر من المسلمين ونحبو نكونو فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين علاه بوركوا يفو نخبو شوية كيفاش أنا اليوم كان نلقى جزائري يقول لي أنا جزائري يهودي واش نقول نقول لا أنا خير منك خاطرش أنا مسلم لا يا اخي لا كيما هو كيما انا ما عندي فرق حتى انا عندي جوج يدين وهو عنده جوج يدين انا عندي مخ وهو عنده مخ كيف هو زاد في الجزائر وولد الجزائر وانا كيف عندنا نصويتي ارجعيه اللي دو هو خير الكريستيانيزم ولا خير اليهوديه ولا خير مقابله شي دين ولا تبعت والديا بصح هذا ما يعنيش انني انا خير منه ولا نحقره ولا والناس اللي تقول بلي دين الاسلام على دين الله الاسلام ولا شعارات نتاعهم هذيك معاك يقولوا هما اللي ما عندوش دين اللي ما عندوش الاسلام دين ما عندوش دين لا هو هذيك يا خويا قولوها نتوما في انا هذه ما تخشيش راسي وما تدخليش راسي خلاص انا الديانات كاملين نستعرف بهم ديانات كاملين تاع لو بون دونتي واش يكون عندك واش هو لو كان يكون دين يقول لي العنف هذا نقول لهم سامحوا لي انا ما نمشيش معاه انا ضد العنف العنف ما نحبوش لو ريسبكت الناس الكل يقولوا واش يحبوا يدير واش يحبوا لي ريسبكت ونطلب منهم حتى هما يحترمونا سي تو هذا هو مي باش نروحوا نضربوا الناس ولا نسبوا الناس ولا قال حنا خير منكم ولا قال حنا غدوا عند ربي حنايا المسلمين نخشوا الجنه وانتم تخشوا النار هذه كل حكايات فارغه ما عندها حتى معنى ما عندها حتى معنى وكل واحد يجبد في الغطاء ليه كيما قال واحد انا نعطيكم قصه برك كاين واش يقولوا كاين مصري عسكري جندي في الفرونتير وكاينين خوتنا الفلسطينيين من هيت حتى هما مسلمين وخوتنا خطره جاوا باش يعديو على باش يدخلوا مصر ما خلاهمش
راحوا واش داروا اخرين، جابوا السلاح وتيروا على كيف اسمه على المسروه نتاع جنود العسكر تاع المسروه، طاحوا قتلى والاخرين ريبوستاو قتلوا الاخرين. نتاع فلسطين جاو هزوا نتاعهم وحطوا عليهم الدرابو وقال شو هذا، ونتاع مصر حتى هو حطوا عليه الدرابو وهزوهم وقالوا شو هذا. شكون هما الشهداء؟ هما هذو ولا هذو؟ وشكون هما الكفار؟ هذو ولا هذو؟ دونك فشتو كيفاه يعني ما تنجمش اليوم انت تقول تكفر واحد ولا تقول واحد انت رايح الجنه ولا ربي العالمين هو اللي على باله، رب العالمين هو اللي يدير كل شيء. ما تنجمش انت اليوم تقول هذا هذو فلسطينيين جا قتلوا المصري، احنا مع المصروه الاخرين نو، ولا نقولوا احنا مع فلسطين تاع السيسي. هذه هضره الزهر، هذه سيسي ولا بيسي ولا كيسي ولا منا سي لا ميم شوز، ما كاين والو، ما كاينش ديفيرونس، ما كاينش ديفيرونس كو سوا لي كريتيان او كاينو دي باليستينيان كريتيان، ما هماش فلسطينيين مال نو. هذه كل الناس ما همش فيها، كانوا غلطات لازم نكوريجيهم كيما كوريجينا 19 جوان كيما تعرفوا يا اخي. الجزائر كانت تشفاو 19 جوان ها لا دات نتاع كيما يقولوا نتاع الانقلاب نتاع بومدين على بن بلا كنا 19 جوان ما نخدموش. ومن بعد الناس يسون غفليشي كلك ابن عميت الكوديطا، حنا مازلنا الكوديطا نحتفلوا به ولا كيفاش؟ ولاو بالعقل نحاوا نحاوا، سي اون ايغاغ، سي اون ايغاغ، سميه تصحيح ثوري، سميه ما نعرف واش ايه، كوديطا يبقى كوديطا. ما لحت حنا دوك نروحو نتبو نديرو له كوديطا دير تصحيح ثوري. هذه هضره تاع الزهر، هذه ما تخش الناس اللي صرنا حنا نعرفوا حنا عندنا مخ نخدموا به. على كل حال ما نطولش عليكم بزاف، الوغ كوم جو فوز دي تو الوغ بون فيت نو زامي نو خير كريتيان جويف اي تو سا. اليوم نقول لكم سي لو ديرني جور تاع لي كيما اسمو لي ديكوراسيون، ومنا ومنا العشيه ان شاء الله نحيوهم، والعقوبه للعام الجاي كيما قال واحد، وان شاء الله كل تكونوا لاباس، وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله كي الوقت هذا بعد كما قال واحد نحتفلوا بكل عيد كما قال واحد. حنا ما يهمنا لا فلان لا فلتان لا زيد لا بوزيد، العام الجاي ان شاء الله 40 جو ابخي نفوتوا نعيدوا بلا شوندولير كما عيدوا عليها الناس الكل. الوغ نقول لكم قيم دين هنا بتاتر، من بعد نعاودوا نرجعوا في كانش فيديو اخرى نتكلموا عليها واش راه صاري في الجزائر ان شاء الله، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. Et à tout de suite.